سالم خميس. هذا المباريات الاربع باذن الله تنقل على الهواء مباشره عبر ابو ظبي الرياضيه. يوسف جابر بيلعبها في اتجاه باري، باري يا سلام، باري سوبر مترو لسوبر هاتريك لسوبر بلاير لنجم كبير وهو باري. حينما لعب صريح قالها بصراحه، لما لعبوا مهاجم صريح قالها بصراحه، وحط اربع اهداف وذكرنا بايام كريمي، كريمي اللي فعلها في عام 2002 وايضا في دور ال 16 وكانت النتيجه 4-1. سجل رباعيه واليوم 4-1 وفي دور ال 16 وسجل رباعيه، سبحان الله. مباراه